هاي محمد صباح أهلا. الخير. أهلا صباح كل الهلا. طبعا العديد من الإخوان دائما يتصلون بينا من المحافظات يسألون عن كتب البيطرة. نعم. فاليوم إن شاء الله. اليوم إن شاء الله هنا أكو كتب ومن الصبح بلغونا. أي. قالوا حطينا كرفان هنا وبيطار موجود ويعطينا كتب والبغداد موجود إن شاء الله. وتمشي بيها ثلاثة أيام. تمشي ما أعرف ثلاثة أيام ما أعرف. لا فترة تمشي سيطرات. يعني السيطرة تمشي بها وين ما تريد تروح توصل. اي 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 نعم اي اي نعم عارف عارف ايه. الحمد لله هنا يزودون والجماعة يستلمون. الجوبة جاي نستلم كتب. اللي وين جاي تروح؟ البغداد. خير ان شاء الله للراشدية. بالتوفيق. الله يسلمك. نعم ابو عمري والله احنا نكيف السوق ينزل اكيد لكن مو بهالصورة هذه. احنا نريد النزول ما يصير بالاستيراد العشوائي ما يصير من دول موبوءة. أها. إحنا نريد ندعم ندعم يعني ندعم الثروة الحيوانية. شلون؟ بلى. شلون؟ ندعمها بأسعار مدعومة بأعلاف بقروض. أها. عيني. عيني. أنا يعني أتصور أنت قديم بالسوق يعني أنا صار 5 سنوات أصور هنا بسوق الجوبات. من 90. ما شاء الله. اي قبل 90 وقبلها كان ابوي الله يرحمه. الله يرحمه. يعني انتم من القدماء. اخوي غانم. احكي لي عن وضع السوق اليوم. والله وضع السوق هذا اللي اشوفه قدامك لا بيع لا شراء. قالوا مستورد افترينا امك محمد مستورد ماكو. زين ابو علي. زين اذا تحكي عن المستورد. اسمح لي. يانا الخبر ما يانا. يانا الخبر ما يانا. بس فيس. جت الباخره بها ما ادري ايش قد. بس فيس والله. بس على باخره الموت. لا اقصد اسمح لي احنا نريد انت تروحون للجوباس. اي ماكو. بس اعلان بس اعلان. بس اعلان. ايه ماكو بس اعلان. بس بالفيس نشوفه. ايش بس بالفيس. اما واقع حال بالجوبه ماكو. كل انمار. عيني ابو حسن. احكوا لي على وضع السوق اليوم. والله وضع اليوم زين. لان الناس تنتظر صوره يعني تريد تقدم صوره. صوره حل. لا لا صوره حقيقيه. صحيح. حقيقيه ذاك اسبوع كان افتح. فتول؟ اي بس هسه يعني. بس هسه روح هسه عامل همين نفس الشيء من عاملك بخمسه ويعاملك بسته واللي موجود بعشره. هسه بعدنا حلال بسته ونص. سته ونص. وبسبع ملايين والله. نعم. شيخ عيني. عيني ابو حبيب. وجودك وبوجود ابو جويده الذهب. انت تشتغل قصاب. من خلالك نريد سعر الطليب ايش تبيعه؟ والله حاليا هسه ب 20 ابو احمد. ب 20؟ اي سعره ب 20 غالي قبل مثل اسبوعين ثلاثه فبعد ما حد نزل ماكو شيء يعني على الواقع على الارض يعني ما لحد الان ماكو حلال من برا جي. اها والله ابو احمد بس حلالنا الداخلي يعني من العراق. زين. مصله 4 ملايين. مطفل شو وراها؟ ليتيا ليتيا. ليتيا سمنتال حلوه. عيني جاي توصل 2400 2400 مطفل وراها شنو؟ وراها نتية ولا شهر نتية شقد شهر اي نعم 2400 اي نعم جاي توصل 2400 شوف ما شاء الله شوف رابع الحليب هاي شوف خير ان شاء الله الحليب نعم رابع بطين وين الجناية بخت الجناية ابو احمد عيني عيني استاذ ماجد اسعار العلف شلونها؟ اسعار العلف نفس الاسعار غالي اي الطحين ب 22 النخاله ب 42 زوج التبن الوسطاني ب 5 والكبار ب 8 زوج كل رخص ما بي الشعير ب 45 ب 46 اكو بس فقره واحده يا الله احنا بالنسبه لنا والمتابعينك اتشرف بيك على راسك ابن ولايتنا الله يحفظك انا ما نمدح واحد المخنث نقول عليه مخنث والسبع نقول عليه سبع يبارك بيك وانا بالنسبه لي عليه إذا واحد مخنث ما أقول عليه سبع له قصة راس على راس الله يحفظك عمر أستاذ ماجد إيه؟ شغلته إعلامي نعم صحيح بس أنا صحت أقول لك صورني تنقل للحدث تصير الحاجة بلف تقول بلف نعم تصير بمية تقول بمية صحيح لا بايع ولا مشتري لا بيع شراي ولا أنا بالنسبة لي أول متابعينك وداعمينك كل الجمهور الموجود بديال وخارج ديال على راسي أكو عالم تعبانين بالتعليقات ما أدري نقول عليهم غير تعبانين من جانب الغلا ومن جانب الرخص انت لا من جانب الغلا ولا من جانب الرخص من جانب العداله احسن تحكي كلام العدل احنا مع الجميع ليش هاشتاج باربعه ده توصل ده توصل 3.5 هذا صح ولا لا مضبوط كلام لا تجبر البايع لا ولا تجبر المشتري نعم صح ولا لا صحيح ولا يقول اللي يقول مثلا ب10 لا انا اللي مسويها ب10 لا يا بلا هذا الاعلام مالتك انت تروج الحلال لكل العراق يعني كل العراق هو نفس الاسعار نعم. بالموصل ارخص بالبصرة أرخص
شلون يجون المحافظات لعب الدياله؟ صح ولا لا؟ كل المحافظات تجي للدياله. على راس ابو احمد يعني ثاني اذا اكو حلال ارخص. ايه هنايا اروح اجيب من بغداد اشتري منه، ليش اروح من بغداد؟ كل المحافظات هنا موجوده اليوم اكيد. نعم نعم ممنون لك على راس. الله يحفظك. مشاهدينا الاحبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. تحياتي لكل واحد يتابعنا ولكل واحد يتصل ويسال عن وضع السوق. اليوم ان شاء الله نقدم لكم وضع السوق بصوره حقيقيه، بصوره صادقه ان شاء الله. ما عندنا مصلحه في ان نقدم صوره غير حقيقيه ابدا. احنا مثل ما ناكد مع الجميع، مع المواطن البسيط، مع المربي، مع الجناي، مع البياع شراي، مع الكل. ونتمنى ثروتنا الزراعيه والحيوانيه ان ترتفع وتوصل الى مصافي الدول المتقدمه. هذا يجي من خلال اهتمام وزاره الزراعه بهاي الثروه المهمه اللي تعتبر نفط دائم. اليوم نقدم لكم بورصه الاسعار، تعالوا ويانا. بس قبل ما تجون ويانا اشتركونا بالقناة حتى يوصلكم كل جديد، وكذلك اضغطونا المقطع حتى يرتفع. اليوم هو الخميس، أيام العمل في هذا السوق الاثنين والخميس، واليوم هو 29 من شهر شباط فبراير 2024. طبعا هاي السنة تسمى السنة الكبيسة، لأن يعني كل 4 سنوات مثل ما قال سيف الزهيري، كل 4 سنوات يلا مرة واحدة. تحياتي لكم جميعا، وتعالوا يانا، تعالوا يانا حتى نطلعكم على السوق اليوم. طبعا اليوم مثل ما لاحظت حركة أقوى من سوق الثنيين، أكو حركة في كل السوق. عيني هسا شنو وضعها؟ تعال تحكي تحكي يجوز يخاف. يلا وجانيها عملة 650 خير إن شاء الله. حاطة على الجدع هاي أول البطن جدعة بعدها؟ عاوز دعوة مبدلة. شوف افتح لي سنها، افتح لي سنونها خلينا نشوفها. كان بدلة من بدلة الوسطين. أين أبو أمير؟ صباح الخير. صباح النور. هلا بخير. شلونك عمري؟ احكي لنا ايش جايب لنا اليوم؟ والله جايب لنا 4 نتاية وفحل. 4 نتاية وفحلهن وياهن. شلون العملة؟ شلون؟ هذني على 750 شيء على شيء. ها والله بيهن أكثر بيهن أقل بس نحسب كعملة. إيه؟ وبيها مجال. بيهن مجال. عملة وبيها مجال، 750 عملة وبيها مجال. عيني هاي صقلة وراها نفية وفحل. ايش قد موصلة؟ 350 توامة عراقية. هذني 4 توام، 3 افراديات، وحدة حافة. الشيء على شيء بيس عملت يعني عامل بمليون و200 الزوج يدفعون 800، مليون و200 الزوج يدفعون بهن 800. مطافيل ذني، مطافيل عراقيات على شامي همين، تضريب على افغاني بهن شكل. مثل ما جاي تشوفون هنا هاي بناتهن. ليش اللاكوش؟ عامل عليه 130. لاكوش وصل شيء؟ وصل 80. 80 موصل خير ان شاء الله. هذا اللاكوش، هذا لاخونا ابو حسن التواجري على راسي. الله يسلمك. وعلاوي جايب لنا الجبه، هاي الجبه مو؟ مدفوع بها ايش قد؟ 150؟ 150 مدفوع بها. المقفل 300 مدفوع بها. الجبه ومقفل، الجبه يعني فاقده ابنها او بايعينه. حجي حجي لا لا عيش بالجبات بس عيش بالخير. عراقيات محاطيط يعني عشار. ماجد استاذ ماجد عيني. اه عيني صور لنا وجهه. هذا وجهه؟ يا ابوه اسمع شو اسمه قل له. شو اسمك؟ رسول. هلا برسول. هلا برسول. 450 موصلات ذن اثنين هن. وراهن ذني؟ كل شيء ما وراهن محاطيط. هذه مطفل موصله 300. عملتك ايش قد تعامل؟ 400 يعامل وصلت 300 خير ان شاء الله. هذه عشارها ايش قد عشارها؟ 4 اشهر. 4 اشهر من يوم كان انت؟ شهر ربان. على راسي.
الله يسلمك. ايش قد وصلت؟ وصلت 700. 700 دفع بيها. يهم عشرة وهم سمينة ما شاء الله. وش العجة حلوة؟ طلع وجهها. وجهها يخبل. وجهها يخبل حلوة. ايه. والله جازي. عجة خوش عجة. تبيها 5 وربع وما لقيتها. 525 وما لقيتها. هاي العجة هي هاي بنها ذكر. وحدة هاي أول وحدة الجبة والثانية هذا فحل وراها ها فطيمة وراها نفية اثنين هنش قد عملتهن 825 يعاملون ايش قد دفعوا بهن خير إن شاء الله نعجة حلوة ايش هاي تضريب على ارشيلية تقريبا طيب نتهم حلوة فطيمة وراها عملتها 1,000,000 مدفوع بي ايش قد دفعوا لكم 750 750 مدفوع بيها حلال قريش بنتها نعم بنتها كبيرة خير من الله عمرها مو كبير بنتها بس هي ما شاء الله هي تربي وهذا الحلال يربي 1,000,000 هاي وراء هذا الفحل هي قريشية هاي قريشية وفحلها درجة أولى فحلها درجة أولى صحيح خشمة خير من الله شكل إيه أحلى من أمه هي أحلى من أمه رطالة رطالة بس شوية مكانها مو نظيف صحيح ليش قلت اشتريتها مو؟ إي اشتريتها ليش أخذتها؟ 710 صار 710 يعامل بمليون يريد نفع عليها إي طبعا نعم هاي بس جوعان نعم نعم والعملة دائما بها مجال مو قياس بها مجال طيبين يبارك فيك أذني ثلاثة كلهن مطافين أذني بناتين كل وحدة وراها واحد فرادي عملتهن شقد ثلاثتهن 1,300,000 ثلاثتهن دفعوا بيهن شي 950 شقد 950 950 مدفوع بيهن ثلاثتهن هذا اللي بيهن محاطيط وبيهن مطافيل هاي مثل بناتهن هذا اللي موجودات عملتهن الزوج بيش 500 عملة 400 وصلت 500 العملة 400 موصلات اروح له يا سيف عين خذ هذا 35 كم حلال هذا حلال الثالث شبش خوش شبش مصل وحلو يقول فحل على كل عين ها يقول فحل على كل عين على كل عين يطلب عليه راعية 725 موصل 600 وش قد؟ 650 شو عشر ذني؟ اي بين عشر اثنين بين عشر انا وقفت اثنين قلت والله بس نعم 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 850 تعامل 850 عمله الزوج وبيها مجال بيها مجال اكيد للطيبين وصلن شيء والله بعد هذا ايش قد قلت عملتهن 900 العمله طلق صابع عراقي خشن ما شاء الله العملة عالية 900 ايش قد دفعوا لك بهن 6.5 650 مدفوع بهن مالك شوالك مالك مالي وانت زوجين عامل عددهن 10 عملتهن 850 طلي خوش طلي ما شاء الله طلي من إلي طليان فاخرة مدفوع بيهن 650,000
عددهن؟ ثمانية ذني. ثمانية وحدة. نعم. أنا عاملك 7.5. 750 عملتهن ذني، شوية أقل من ذن. شوية أقل. شقد اندفع بيهن؟ 600؟ 600 لا. 600 إلا 10 مدفوع بيهن. 600 إلا 10 ذني؟ أي. ذني عامل عليها 7.5. 750 العملة. أي. نفس الشيء من الزن اللي ضنا بيها هالقد. شقد؟ 500 لا. 500 إلا 10 نفس الشيء اندفع بيهن. خير إن شاء الله. يا با وهذا هذا الطلي طلي خطاب الزهيري. خطاب شلونك عيني؟ شلون صحتك؟ ولو انت اليوم ضاربها شادر كل شيء من نعرف من عندك بارده بس انت شباب يعني لا تدير بال عيني. ايش قد عملتك؟ عامل بسبعه وبيها مجال. العمله بسبعه يقصد 700 الف. الزوج اثنين هم نثيه وفحل. يا هل فطيمه؟ هاي هاي اول وحده. نعم. ستمية وخمسين مدفوع بهن. نعم 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 نعم. بس اكيد اهم شيء شنو ابو المصداقية والله اهم شيء. اي والله اهم شيء المصداقية. النجاة وين؟ بالصدق. احسن. أيوة. يبارك بيك. نجاة بالصدق. انت ان شاء الله بس يحصلن شوية. اي لا شو نسوي ان شاء الله حق العلاقة. لا والله ذني الحجي هاي نثيل ياخذ فحل. اي عددهن سبعة. لو ست ستة. شقد عملتهن؟ عامل 6.5 وبيها مجال. 650 عملتهن وبيهن مجال ذني. هذا الحمداني وهذا الأقاح وهاي الفطيمة المبقمة عامل على الزوج 800. شقد العملة؟ عامل على الزوج 800. خير إن شاء الله. اي والله. ايش دفعوا لك؟ دفعوا لي والله 7 و7. اسمع 700 725. نعم. خير ان شاء الله. هاي طليان مال كنعان. اي مال بيت دبي. هذه طليان بيت دبي. بيت دبي طليان حلوه مرهمه. شوفوا شلون عدله ونظيفه حلوه. اي كلها قاعده على شعير معلومه ما شاء الله. بعد هاي بالوصف. شوفوا طليان بيت دبي بالوصف. ينباس من حلقه استاذ ماجد العزيز. شلون ينباس من حلقه؟ يقول ينباس من حلقه. شوف 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 شوف. من حلقه. اي حلقه ينباس والله. طيب خير ان شاء الله. والله العظيم اكو طلي بنظافته. ها اكو طلي بنظافته هذا. طلي طليان من؟ طلياني. طليان بيت دبي. طليان بيت دبي. نعم. خير ان شاء الله. والله يلا يا هلا بالاستاذ ماجد. قد الهلا قد الهلا. 355 مشتراته. نعم. شوف عيني على راسي عمري الله يحفظك. هذا مشترينه 355. ايش قد يطلع كوزن صافي لحم صافي؟ احتمال يطلع 20. 20 او جو ال 20؟ 20 جو ال 20. نعم. فوق ال 20. خير ان شاء الله. قياس مضبوط. اي نعم. بس هو هذا. نعم نعم. حبيبي الغالي على راسي عمري الله يحفظك يعزك. ستة ونص ده يقول 650. اي يقول 5.5 امشيهن. هذني مالات 5.5 يمشيهن ان شاء الله. حبيبي طلي خوش طلي سمين دير ريا مكفى. اي 325 مشتري. اي والله. نعم ويدور نفع عليه. اي والله يدور عليه خير ان شاء الله. فطيمه وفحل. فطيمه يقصد نثيه. اي نعوض عليها ب 8.5. عملتها 850. 6.5 7 الا ربع. 650 مواصلات. 700 الا 25. 675. نعم هاي جاي وصلا. ايضا طلي سمين. طلي مين هن اسمان؟ مين اسمان وطليان حلوات. استاذ ماجد عمري استمع عيونك. ماجد العزيز هذا الطليع عملته 650 اندفع به شيء 500 ها 550 575 مدفوع بها كلنا في حله لو بهم فطايم بس هاي الشقره فطيمه. ابو رحاب وانمار عيني ابو احكوا لي على
وضع السوق اليوم؟ والله اليوم لان الناس تنتظر صوره، يعني تريد تقدم صوره، صوره حل، لا صوره حقيقيه. صحيح حقيقيه. ذاك اسبوع كان افتح فتور ركودك يعني. بس هسه روح هسه عامل همين نفس الشيء، من عاملك بخمسه ويعاملك بسته واللي موجود هسه ما عندنا حلال بسته ونص. سته ونص وب 7 ملايين والله. نعم 10 دي 7 10 موجوده همين. هو ترى من ابو احمد نزول ماكو بس اعلام. الله وكيل عمي، هاي الجوبه اغلى من ذيك الجوبه. ها شو كل بيع شريه تحكي؟ هاي الجوبه اغلى من ذيك الجوبه. شو عجب يعني هو شنو؟ سلامه، وين اكو حلال وين المستورد؟ عجل ماكو، ما طب انه ما طب هو المستورد ما مقطوع. زين اسمح لي، انت تروح الغير جوبات اكو مستورد دخلها؟ ماكو ابد، ماكو بالموصل، ماكو دخل خدمه البلد. هو من 2001 لحد الان احنا طبنا سوري وطبنا تركي وكلش طبنا، وكلش طب ما مقطوع. مو اللي اليوم هذا احنا الباي شغله هذه، هذا المستورد من زمان جانا من 2001 لحد الان. هكل بي 10 موجودين همينه، طبنا التركي طبنا السوري وطبنا البراسه، عندهم براول موجود وعنده سيميتال، سيميتال موجود. بس اكثر حلال موجود بالسوق هو مستورد، هو من 2001 لحد ما مقطوع ولا ابو كلهم جت هاي شغلات هسه. هذا كله قديم، خلي اسمعون الرباطه والبيع شرايا. الله ما علينا. لا ابو احمد، ابو احمد اسال عن وضع لا لا مو قاموا يعيدون النشر. الله وكيلك كله قديم ابو احمد، كله قديم. الاسعار نفس الاسعار ما تغير، عندنا اي شيء يعني. هسه خلف خلف هاي الهاشم هاي فوق الارض. شيخ عيني عين ابو احمد، وجودك وبوجود ابو جويده الذهب، انت تشتغل قصاب، من خلالك نريد سعر الطليب ايش تبيعه؟ والله حاليا هسه ب 20 ابو احمد، ب 20 اي سعره ب 20 غالي قبل مثل اسبوعين ثلاثه، فبعد ما حد نزل ماكو شيء يعني على الواقع على الارض، يعني ما لحد الان ماكو حلال من برا جي. اها والله ابو احمد، بس حلالنا الداخلي يعني من العراق. هسه على الفيس الكيل بخمسه، بس حاليا احنا نبيع ب 20. الفيس منو جاي يبيع بخمسه؟ غير على الفيس يبيعون نشر، نشر خير ان شاء الله. عيني يلا زين. العجل بيش؟ العجل ب 13 ب 14. الشرح؟ والشرح ب 16. 16 اي خير ان شاء الله. ممنون لك. عين عين. هذه مطفي. هلا هلا برحاب. صور عين ابو احمد، هاي وراها حولي. نعم وراها هذا العجل. نعم شرط الجني انمار عين ابو احمد. من خلال التعليقات اشوف الناس اللي تعلق يقول من تسالهم دائما يقولون 3 بطون وهي متباع عليها 5 بطون 6 بطون. وهي هم انا يا ابو احمد مهم، بس هي قدام العين قدام مهم بها هم يعني. يجي يشوف سنها سن يحكي والله ما لك شغله بالقرون وطاوطوام ما شاء الله. اي ما هاي سن ما شاء الله. والله صحيح هاي جابها. هاي سنها شنو؟ سن ليلو. ليلو لو برنج. اي هذه هاي هاي الاربعه موفق يقول هذه فوق الاربعه ابيع. اي نعم خير ان شاء الله. الله يسلمك ان شاء الله موفق. علاوي هذني 3 مليون و400 3 تن عمله مليون. توكل بالله بالفيسات. شقد جاي تدفع ابو؟ والله دطي مليون. ثلاثة تنت يدفع مليون. توكل بالله بالفيسات. والله 6 ونص، 6 ونص ينوجه. 6 الا ربع تبيع. ها؟ طايرهم. الشيخ شقد ينطي؟ 500 قلت له. ها 500 دي. سوق ابو احمد نازل. 725 عمله. عمله. اي. 600 ايش قد؟ 630 مصلات زوجها. عيني عيني انا يعني اتصور انت قديم بالسوق، يعني انا صار 5 سنوات اصور هنا بسوق الجوبات. من 90 ما شاء الله. اي قبل التسعين. وقبلها كان ابوي الله يرحمه. الله يرحمه. يعني انتم من القدماء. ابوي غانم. احكي لي عن وضع السوق اليوم. والله وضع السوق هذا اللي اشوفه قدامك، لا بيع لا شراء.
قالوا مستورد افترينا أمة محمد مستورد ماكو. زين أبو علي. زين إذا تحكي عن المستورد. اسمح لي. يانا الخبر ما يانا. يانا الخبر ما يانا. بس فيس. جت الباخرة بيها ما تشكد. بس فيس والله. بس على باخرة الموت. لا أقصد اسمح لي. إحنا نريد أنت تروحون للجوباس. ماكو. بس إعلام بس إعلام. بس إعلام. ماكو بس إعلام. بس بالفيس نشوف. إيش بس بالفيس. أما واقع حال بالجوبة ماكو. كل الجوبة ماكو. أما تحكي عن حسن يعني اسمح لي. بالنسبة للقليل. بالنسبة للطلي انت مو اليوم دي يجيبوا لي راني والسوري انا هسه سالت قصاد ثمانية اربيل موجود ما يصرف زين هو ديك بيج دي كسروا عليه الطلي كامل يجيبوه يوزنوا هو حي 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 هو واقف عليه بتسعة زين راح يصرخوه دبون كرشه دبون كذا بيش يصرف عليه ب 13 ونص لا ب 12 عند الحي هسه بيش اللي يبيعها اول قصاب انت بالي مبل والقصاب ليش اللي يبيع قصاب هو ليش روح هذا مزايد 100 هسه روح هسه روح هذا حصصك بلي لا صورت انا صورت اي ماكو اقول لك غالي هسه هذا ماكو سحب لويش حرف ايش ايش دمر العالم كذب وما ينزل الحلال اذا راد ينزل لك صاب ينزل له شيء قليل ب 20 يصير ب 18 اها مو لو لا ما ادري والله غالي غالي الحلال غالي يعني هو القصاب يشتري غالي منين جاي من بيت ابوه الحل شنو الحل؟ هي الحكومه لو تدعم الحل شنو ابو علي؟ الحكومه لو تدعمنا تدعم هذا ما يصير كله تدعم بايش تدعم؟ بالحلال بالطيب اها اي لا وماكو دعم دعم ماكو هو اصلا دعم ماكو ماكو دعم ماكو دكتور هو دعم ماكو عيوني العالم هسه العالم انضرت ترى وصلت ان شاء الله بهال بهال بهالاعلام انضرت العالم والحلال غالي واقفين دمباوع يعني ماكو بيع شرع ماكو بيع شرع يعني نجي على باب الله نرقص وياك وراها بزره شكل حلو خلي نشوف الحلوه شلونها هاي ابو رحاب خير من الله على محمد وآلي محمد اللهم صل على محمد وآلي محمد صورتها صورتها قبل ما صورها حلوة خير من الله صديق ضرع وشطر وحليب ومال يا الناس تريد تعاملك لا تظل تفتر هذا جماعة يريدون يعاملونك يا عيني لا تظل تفتر ايه انت مو تريد تبيع هاي الدابة الفاخرة جاي توصل من 4:30 للخمسة نعم خير من الله ما شاء الله حليب وأسامة وأمان نعم نعم ثاني بعدها واضح أين أنت؟ لو سألناك على الحل اللي يفترض وزارة الزراعة الحل الأمثل ياهو والله هو لو ينطون أعلاف تقصد مدعومة مدعومة بالأعلاف من ينطونها؟ الفلاح هو المربي عنده 4 روس عنده 10 روس أو صاحب مشروع التسمية إيه عنده هسه شغل ثلاثة منه ويحمل تبن أبو كنعان يحمل ذاك من كله سهسي كل 10 همين يشتري طحين يشتري خالة هو لو عنده ما يجي صحيح إحنا كان حلالنا بلاش ياكل أكل بلاش والله العظيم بالمساتين تحل همينه ما تصرف على دينار همينه ما تصرف عليه صح هسه هاي شيء قبل لك اياها على القبان هالقدر انا صارف عليها اي صحيح ما ابيع هاني وهم حقه صارف حقه عليها حقه وحق ابو احمد قلت لك والله حقه يطلع واحد مسؤول منظمه خيريه منظمه خيريه انت كنت مختار سالفه اي مختار سبعه مختار اي يجون منظمه خيريه زين من عندك متعففين هسه يجون متعففين عند همينه ونروح نجيب حلال موجود يطلع حلال بلاش يطلع حلال بلاش الله شاهد منظمة خيرية اها وهسه قبل 10 همينة اي منظمة خيرية انت ابو احمد عندك مكان يقول لك ايه اعطيك 10 هوايش 12 هوايش اخدمنهن لك حلو ينطونك علاف ينطونك اي هسه من ينطينا علاف احنا من ما حد ينطي علاف ابو احمد منظمة خيرية تقصد الحل هو الدعم منظمات خيرية كانت موجودة بال 2004 بس المنظمات مو مثل الدولة لا هم يدورون عليك لا اقصد الدوله افضل ان الدولة تقدم لا تنطيك الدوله همينه هذا الحاجه اساس عندنا مليونين أي. ليش ما كان تنباع صحيح والبيع شراء ليش ما يجي يبيع اكيد مو مسرح ما صار من جيبه همينه صح صح يا عسل ابو احمد نعم نعم وصلنا عبد القادر من بيت احمد بلقه بهرز شلونك عيني؟ يحفظك الله شلون بهرز؟ الله يسلمك شو جايب لنا اليوم؟ والله جايب خير من الله مطافيل عشام حاطيط مطافيل عشر محاطيط يعني كل انواع ال كلها احنا هسه علينا اليمك هذني ابا شنهن
هاي عشان 4 أشهر. عشان 4 أشهر. هاي 3. هاي 4 بـ3. أباشير ذني مو؟ أباشيري. والدها سابقا؟ والدها بطن بطن. بطن بطن على بطن بطن. يعني بعد بيهن أسنان لبنية. إيه. زين. اسحب اسحب. لا عمي ما لقيت بالله. بلك استاذ ماجد يقين عملت قدوري بيش تعامل؟ بثمانية عامل. اثنين هن؟ بثمانية. بثمانية على 4-4. مصلات ايش قد؟ وصلت 6.5. 6.5 مصلات. اسحب اللي غاد خلينا نشوف. ما شاء الله. خير من الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثلاثة مية والله ليش ما راح بكر كانت الشو ما تتنباع ايه هسه ايش قد وصلت؟ والله 2300. 2300 موصله هاي البكر الحلوه. انا اقول هو يقول لا هو يقول على بعد انا اقول لا وهي مصله 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 بيها مصله. خير ان شاء الله خير ان شاء الله. انا هم استورد لا 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 والد هنا هذا والد هنا والد هنا هذا العجل ماجد دابهم ثالث بطن ثالث حليب 25 شهر ما شاء الله سميتال باب الأول نعم أكواك تقليدك باب أول هذا باب أول عامل حليب لا أشمل باي هسه نسأل ايش قد وصلت ايش قد اندفع بيه والله خالص ماجد 9 الا شويه وصلت 9 الا شويه مصل لا بعد بدون قسم هذا كله سوق العجين هذا 1,750,000 مدفوع به هذن اثنين عملتهن بخمسة بس بعد ما دافعين سعر بيهم وهذا العجل الوسطاني 1,800,000 مدفوع به 1,800,000 مو 1,800,000 مدفوع به نعم نعم حلو عجل تسمين عجل رباط عيني ايش قد تعاملون نسوم باربعة وربع ايش قد مصلات مصلات 3.5 3.5 مصلات خير ان شاء الله عيني موفقين عمري الله يبارك فيك هلا ابو احمد حبيبي مالاتكم ذني هسه هذا ايش وصل هذا والله جاي يوصل 1,300 وانا باخذه ب 1,400 ها خير ان شاء الله اي والله هذه الحشوه هاي بكر والد بكر هاي والده ذاك والده بطل ايه هاي ايش قد عملتها؟ عملتها السوم باربعة يعطونا 3,100 السوم أربعة يدفعون لهم 3,100 مطفل هاي نعم هذا سوق عجل الكصابة مدفوع بيهن 4,000,000 هذن اثنين هن هذا العجل مدفوع بيه 2,900 مو هالشكل صبح 3.50 و 2.90 مضبوط نعم نعم عيني خمسة إلا 200 زوجة ستة نعم 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 خير إن شاء الله كل سوق العجل هذا العجل خوش عجل ما شاء الله عجل وسطاني مصل 2,100 2,100,000 هذا العجل مشتري صاحبه باثنين وش قد؟ 2,340 ويدور عليه نفر ها؟
منو لازمها؟ هي مالتنا الهايشه بس هو لازم. منو منو؟ سنبل. سنبل بعد المليون خير ان شاء الله. يلا عمري حبيبي ايش قد هي مطفل؟ ايش وراها؟ وعشار شهرين. مطفل وعشار شهرين يعني بيها وراها. زين خير ان شاء الله. وراها نثية؟ وراها نثية خير من الله. بيتها جمة. ايش قد تعاملون؟ خمسة. خمسة. وصلت شيء؟ والله هو السوق. يعني هسه ايش قد وصلت؟ يعني أربعة هيك. أربعة أو جول أربعة مصلة. زين. رادي شلونك عيني؟ بخير الحمد لله. هاي شنو هاي اشتكت فيها؟ حاطة. ويقصد احتاط يعني بشهرها. بس بعد يعني يمكن بعد لها احتمال بالشهر. يلا تولد. 20 يوم. 20 يوم؟ نقول شهر. يلا نقول شهر. ها؟ كافة شروط. كافة شروط الجني. يعاملون أربعة ونص. عملة عملة. رائد يقول مصلة أربعة. دابة فاخر. نعم. مشاهدينا الأحبة اليوم لقائنا مع الشيخ علي آل شنبة التميمي. أولا هو خبير في مجال تربية الثروة الحيوانية وكذلك في مجال البيع والشراء. نسألك يعني إحنا نسمع فتح الاستيراد، إحنا مع المواطن، مع الفلاح، مع المربي، مع صاحب مشروع التسمين، كذلك مع البياع شراي، مع الجميع. يعني نتمنى أنه الجميع ما يتضرر. فانت شنو رايك بهذا يعني بهذا فتح الاستيراد؟ اهلا وسهلا بالاستاذ ماجد. يعزك. مشتاقين لك ولو انت الله يحفظك. نعتبرك من المجاهدين الله يبارك لخدمة الناس. الله ان شاء الله ان شاء الله نكون بهذا المستوى. والله احنا نكيف السوق ينزل اكيد، لكن مو بهالصوره هذه. احنا نريد النزول، ما يصير بالاستيراد العشوائي، ما يصير من دول موبوءه. احنا نريد ندعم ندعم يعني ندعم الثروه الحيوانيه. شلون بلد شلون ندعمها؟ باسعار مدعومه، باعلاف، بقروض. لكن هسه بهاي الصوره يعني احنا الفلاح بدا توه يتنفس، الاسعار صارت زينه بالنسبه للحلال. وتدري الفلاح بالعراق هاي صار سنين متضرر اكيد، مو بس هو، حتى الثروه الحيوانيه تضررت. هو الثروه الحيوانيه الفلاح عموم، اي عموم الفلاح، اي هو متضرر. نعم. ان كان ابو بستان، ان كان ابو حلال، صحيح متضرر بهاي السنين. نعم. الاستيراد عشوائي، يعني تيجي بالنسبه للبساتين بالشوارع صاير الاستيراد بالشوارع كيفك. ها قصدك الحاصلات الزراعيه الحاصل. تيجي على الثروه الحيوانيه. انت بدل ما تستورد استيراد عشوائي وبدون قمرق وخليت الفلاح فوق ما هو تعبان راح تعبه اكثر. احنا نكيف ولا من ما يكيف نزول السوق والعالم تاخذ وتشتري وتاكل. صحيح. وتاكل. لكن تجيب فلاح نعطيه قروض، اي قروض ميسره ادعمه. نعم. او بدون فوائد. بدون فوائد قروض. نعم. بدون. ايه. فوائد، اي اسعار مدعومه بالنسبه للعلف. حلو. اما انت هسه فجأة نجيب الاستيراد وخلى العالم نص العالم دايخة، اكيد يعني نتمنى احنا من المعنيين انه يهتمون بهذا الموضوع. زين شيخ، حسب ما هسه انا شفت السوق تقريبا، يعني تقريبا راح اكمل تصوير. يعني نزول ماكو، يعني ذاك النزول لا اكو نزول بس مو قوي. اي مو قوي. مو قوي وركود للسوق. اكو ركود، اكو خوف. اها اكو توجس. اكو توجس. أيه؟ اكو خوف بالبيع شراية ولا نعم. والرباط زين عندك انت الرباط هسه يخرب. قبل هذه الرباط ما يقدم على مشروع التسمين. ماذا يقدم؟ وقف. ماذا يقدم؟ صحيح. لانه خايف من الاستيراد، والاستيراد يعني هسه احنا من نسمع بالفيس وبالاخبار على هاي السفينه اللي شايله 19,000 راس. اي ويردون يدخلونها مختبرات وشاكين بها وباء واشتكت الدول عليها. يعني حيرونا حقيقة. يلا وصلت إن شاء الله الفكرة. إن شاء ممنون الله. على راسي عيني. أتمنى أنه الله يحفظ الدولة تهتم على راسي. إن شاء الله ما يقصرون عيني. الله يبارك فيك.
هذا كله سوق العجل، العجل السرحي. مليون وثمانمية هذا زين، وهذا الأبقاع هذا اللي يوصل مليون مليون ومية، مليون مليون ومية بمصر. خير إن شاء الله. عمري حبيبي من يوم كانتكم حي شرطة بوهرز على رأسي، هلا بهل بوهرز. عمري هذا العجل موصل مليون ونص. خما ناشك هذا سوق البكير، ايش قد مدفوع به ذني؟ مليونين ومية، مليونين ومية مدفوع به. خير ان شاء الله حبيبي. شلونك حياتم حبيبي؟ شلونك حياتم؟ حياتم ما تستوي. هاي كرزات زينه تذكر ذيك الحمر اللي عندها كرزات درجه اولى. درجه اولى ان شاء الله، مفيده للقلب للشرايين للكل. ابو رمضان بضاعه الشمال كله شمال، حتى دهن حر الشمال موجود. هاي ب 12 خير دائما. ابو رمضان ناس تسال عن الدهن الحر، لان الحر هاي درجه اولى. بيش بيش هاي كيلو ب 16 16 بس هو درجة أولى. درجة أولى اي. وهاي كرزاته كلها همينة مثل ما جاي شوف. ما شغل ما شغل. شلون ابو شلون ما شغل؟ هاي كرزات توب، والدهن الحر هم زين؟ دهن الحر توب بعد. اي على البرد. اي على البرد. هلا 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 عيوني. احضر عجز ونام. اللي يضرب دهن حر هلا عيوني. يضرب دهن حر وهبز. يضرب القلال ويطلع قبال. ايه عيني. كل التوفيق ابو رمضان. اشكرك حبيبي. هو مر ومر على رمضان. سلامنا الاربيل السيمانيه دهوك شمال كله كركوك. يحفظك ربي. اشكرك. موصل على راسك. اذا كنت انشرها كنت انشرها. شلون ما انشرها؟ شلون قابل اخليها؟ بس خاف انه بالعجايز يزعلن علينا. لا ما يزعل. عمري ممنون ممنون ممنون. لا شيء زين اكون عمي صبري صبري يا عافيه. سيد ماجد نبي صلى بالطول وصلى بالعرض. صلى بالطول وبالعرض؟ نعم نبي صلى طول وصلى عرض. خلينا نشوف هاي شلون. السؤال الاخ، من اذكر نبي انذكر بالقران الكريم؟ الاكثر ذكرا. اكثر نبي اكثر ذكر. اكثر نبي تقريبا فوق ال 160 انذكر. نعم مرة. اي مرة ذكر. خير ان شاء الله ممنون. عيني استاذ ماجد على راسي. قلبي انت الله يحفظك. عيني انت. مشاهدينا وصلنا وياكم الى نهاية سوقنا لهذا اليوم. اطلعتوا ان شاء الله على بورصة الاسعار، تعرفتوا على السوق موجز عن هذا السوق. ان شاء الله الجميع بخير وتحياتي لكم جميعا وعلى راسي.